بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي يتكلم مريم أبو رحيمي. اليوم شهدت العيون المحتلة وقفة بطلب من نداء من الجماهير الصحراوية لوقفة سلمية كانت بشارع السمارة بتاريخ 27، واللي كانت فيها الأعلام الوطنية المطالبة بحقوق الشعب الصحراوي بصفة عامة على إثر أو نتيجة زيارة مؤخرا لأحد البرلمانيين باتحاد المجلس حقوق الإنسان الصحراء الغربية، واللي كانت هي مفاجئة بالنسبة للإطارات الشعب الصحراوي أو للشعب الصحراوي بصفة عامة، واللي قام الشعب الصحراوي كما سبق الذكر بوقفة للتنديد أو لإظهار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حق الشعب الصحراوي في الحرية، في التعبير، في حمل الأعلام الوطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وهذا اليوم قامت السلطات المغربية كما نعرف دائما بالتدخل على المواطنين الصحراويين، واللي كان هو تدخل تعسفي من طرفهم، وخرجت عليها ثرو ياسر من الإصابات، وطبعا جميع الأجهزة بالضباط بالقوات المساعدة بجميع أجهزتها المخزنية. وهذا يدل على شيء، يدل فقط على ديكتاتورية النظام المغربي، وعلى أن حقوق الإنسان ما هي موجودة، وعلى أن حرية التعبير في الصحراء الغربية غير موجودة، وجميع حقوقه هي منتهكة في أرضه وفي وطنه. وللأسف اللي هذا يغض النظر عنه العديد من الدول الأوروبية. ورسالتنا الحقيقية للشخص اللي هو يقوم بالزيارة حاليا بالصحراء الغربية أنه يوصل الرسالة الحقيقية، يوصل حقيقة وضع الشعب الصحراوي، يوصل على أنه جميع حقوقه هي منتهكة، سواء من ناحية الثروات الطبيعية، سواء من ناحية كما سبق الذكر الحرية، حق الشعب الصحراوي تقرير المصير، حق الشعب الصحراوي في الاستغلال. وتعرض الشيب والعليات والطافلات وجميع فئات المجتمع الصحراوي اليوم للتدخل همجي من طرف هذه السلطات المغربية، من طرف هذه الحكومة اللي هي غير حكومة غير شرعية، ما عندها أي سلطوية في الصحراء الغربية، لا أساس لها من الصحة. وهذا كلام غير مجازي، هو كلام تنص عليه جميع المواثيق الدولية، وتنص عليه جميع المحاكم الدولية اللي تثبت شرعية الشعب الصحراوي في حقه، شرعية الشعب الصحراوي في تقرير المصير، عدم شرعية وعدم حق النظام المغربي لوجوده. وهذه رسالتي بالخصوص ليس للنظام المغربي، ليس للحكومات الموجودة في الصحراء الغربية، بل هي رسالة للملك، الملك محمد السادس، اللي هو يقوم بالعديد من الانتهاكات التعسفية، وهذا دليل، خير دليل عليه ما يعاني منه النظام المغربي من داخل المغرب حاليا من الدكتاتورية، وما يعاني من المغالطات القانونية، ومن إطلاق سراح أناس غير ليس لهم الحق في إطلاق سراحهم على رأسهم المعتقل اللي كان الإسباني، واللي نحن عندنا الحق الشعب الصحراوي بعدم اعتقالنا، لأن في أرضنا يتم اعتقالنا. عندنا مجموعة قديمي زيك، عندنا مجموعة تم اعتقالها مؤخرا، عندنا صلاح مؤقت، عندنا مختفون، عندنا ضحايا جسيمة. وهي رسالة للملك محمد السادس، وأيضا للجنة اللي تقوم بزيارة الصحراء الغربية، وخاصة للعيون المحتلة. وهذا يدل فقط، يدل على أن النظام لا يحترم النساء، لا يحترم حقوق المرأة، وندل على شيء هو فقط نزع ملابس النساء والقوم بالضرب بأبشع وسائلها. وهذا فقط كنموذج بسيط على الانتهاكات، والانتهاكات خطيرة 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 جدا وعديدة. وشكرا والسلام عليكم.